بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ الكرة المصرية، ولكن قبل ما أدخل في أي تفاصيل، يمكن اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن فوز فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة. كل التوفيق يا رب للسيد الرئيس في الفترة القادمة، وعلى إثر ذلك النادي الأهلي يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بثقة الشعب المصري الغالية. كل التمنيات لسيادته بدوام التوفيق لقيادة البلاد للمزيد من التقدم والازدهار. ولاية رئاسية جديدة نتمنى فيها الخير للسيد الرئيس ولجمهورية مصر العربية وللشعب المصري يا رب بإذن الله خلال الفترة القادمة. طيب، حلقة اليوم بالتأكيد النهاردة حلقة مهمة جدا، لأنها قد تكون حلقة تاريخية في يوم تاريخي وحدث مهم جدا. النهاردة احنا في العام الرابع على التوالي النادي الأهلي بيشارك في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية. خلال الثلاث سنوات الماضية كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رقم قياسي مهم جدا للأندية العربية والأندية الإفريقية بالتأهل إلى المباراة النهائية، ولكن كل تأخيرة وفيها خيرة. لعل وعسى في النسخة الأخيرة من هذا العام بالنسبة للبطولة كأس العالم للأندية يستطيع الأهلي أن يحقق التاريخ ويصنع التاريخ بالتأهل اليوم على حساب بطل البرازيل والتأهل إلى المباراة النهائية إن شاء الله المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. يا رب بإذن الله يكون يوم تاريخي للنادي الأهلي. المباراة صعبة، المباراة قوية، المباراة مش سهلة إطلاقا، ولكن من خلال وجودي في السعودية خلال الأيام الماضية وقربي من الجهاز الفني واللاعبين عايز أقول لحضراتكم تفائلوا بالخير تجدوه. اللعيبة عندها مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية كبيرة جدا في إحراز مكسب وصناعة تاريخ في جدة أمام الجماهير المصرية اللي بتأتي من كل مدن المملكة لمؤازرة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. حلقة النهاردة عندي كواليس كتيرة، عندي تفاصيل كتيرة، عشت أجواء مهمة جدا في الفترة اللي فاتت، فالنهاردة بالتأكيد هنتكلم عليها وهنتكلم على الساعات الأخيرة والعد التنازلي قبل انطلاق المباراة اللي النهاردة إن شاء الله هتقام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، استاد الجوهرة المشعة. نتمنى يا رب بإذن الله يكون في حضور جماهيري كبير في هذا اللقاء، وإن كانت الأمور صعبة شوية بسبب إقامة اللقاء في وسط الأسبوع. عموما كل التفاصيل دي بالتأكيد هنتكلم عليها في مجريات الحلقة، ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة نروح لسؤال حلقة النهاردة، وعايز أعرف توقعات حضراتكم على نتيجة مباراة الأهلي وفلومينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية، ومين ممكن يسجل الأهداف ويدخل التاريخ. تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، وفي الجزء الأخير إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على النتيجة والأهداف. لعل وعسى يا رب بإذن الله يكون في صاحب الحظ السعيد النهاردة يكون عندنا واحد وش خير كده يكون ليه تفاؤل بالنتيجة والأهداف إن شاء الله في هذا اللقاء، ولكن بسرعة أيضا كمان نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي على موعد مع التاريخ، وكمان الفريق يواجه فلومينسي البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية، وأخيرا كولر يطالب لاعبيه باستغلال الفرصة وينتظر الجماهير. النهارده في مباريات مهمة جدا في على مستوى أنحاء العالم، ولكن المباراة الهامة والحدث الأبرز نصف نهائي كأس العالم للأندية جدة السعودية 2023 الساعة 8 بتوقيت القاهرة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة. فلومينسي البرازيلي بيستضيف الأهلي المصري. نروح للدوري الأسباني، وفي الساعة 10 من مساء اليوم أيضا جيرونا بيستضيف ديبورتيفو ألفيس. وفي الدوري الإيطالي الساعة 10 إلا ربع أتلانتا بيستضيف سالرينتانا في الدوري الإيطالي. طبعا بالتأكيد المباراة الأهم والأبرز هي مباراة الأهلي مع فلورينسي بطل البرازيل. كل الكواليس والتفاصيل والأخبار والمعلومات الحصرية فقط ولكن بعد الفصل. الأجواء في كأس العالم للأندية في جدة أجواء مميزة جدا، والحضور الجماهيري في الفترة الأخيرة كان حضور كبير جدا. مخطئ من يعتقد أن الأهلي يلعب خارج مصر. مخطئ من يعتقد أن الأهلي يلعب خارج مصر، لأن الأجواء في جدة أجواء جماهيرية مصرية من الطراز الرفيع.
كل الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها جاءت من كل مدن المملكة يوم الجمعة الماضية لمؤازرة الأهلي أمام اتحاد جدة، من الطائف، من الدمام، من الرياض، حتى من جدة رابطة مشجعي الأهلي. ترحال كبير جدا حصل في المباراة السابقة، وكانت المباراة من حسن حظنا إنها كانت يوم الجمعة يوم أجازة. ولكن مباراة النهاردة يمكن قد تكون مختلفة شوية في بعض التفاصيل. مباراة النهاردة هتتلعب يوم الاثنين، ده وسط الأسبوع، ويمكن الجماهير اللي قدامنا على الشاشة دي الجماهير اللي سافرت من القاهرة لمساندة الفريق، لأن رابطة مشجعي الأهلي في السعودية رجعت على طول بعد مباراة اتحاد جدة. الناس مرتبطة طبعا بالشغل وبالأعمال هناك في والدوام زي ما بيقولوا يعني هناك، فبالتالي الناس مش هيكون عندها وقت تكون موجودة كانت في اليومين اللي فاتوا في جدة. ولكن عدد من مشجعي الأهلي اللي سافروا من القاهرة زي ما انتم شايفينهم على الشاشة اهو، ويمكن دي معظم المجموعة اللي كانت موجودة في نهائي إفريقيا لما واجهنا الوداد الرياضي المغربي في كازابلانكا في نهائي البطولة اللي أقيم منذ حوالي 6 شهور يعني أو 5 شهور، والمجموعة اللي سافرت وعملت دخلة وعملت سيمفونية في مركب محمد الخامس في كازابلانكا. ولكن النهاردة أتمنى يا رب يمكن في الساعتين ثلاثة اللي باين على انطلاق المباراة يكون فيه اهتمام كبير جدا والناس تيجي تشتري التذاكر، لأن عايز أقول لك يمكن إدارة النادي الأهلي بذلت مجهودات كبيرة جدا على مدار ال 48 ساعة الماضية. كان في محاولات مع الفيفا إن يتم حجز 10,000 تذكرة من قبل المواجهة، ثقة في إدارة الأهلي إن الأهلي إن شاء الله هيتخطى مواجهة اتحاد جدة. أنا بقول لكم أسرار على فكرة، يعني الأهلي كان بيفكر في هذه المواجهة على المستوى الإداري وعلى مستوى التواصل مع الفيفا من قبل مواجهة اتحاد جدة من أجل حجز ما لا يقل عن 10,000 تذكرة. الفيفا وعدت بعد مباراة اتحاد جدة في حالة تأهل هيكون الحجز موجود والتذاكر متاحة لإدارة النادي الأهلي زي ما حصل في ماتش اتحاد جدة، لأن إدارة الأهلي نجحت في الحصول على 15,000 تذكرة لصالح جماهير النادي الأهلي. عشان كده في ماتش اتحاد جدة احنا شفنا الحضور كان حوالي 56,000، حضر ما لا يقل عن 25-30,000 مشجع أهلاوي، نصف ساعة الملعب كان فيها أهلاوية ويمكن تزداد قليلا وكأنك بتلعب في استاد القاهرة. إدارة الأهلي نجحت أيضا في الحصول على 10,000 تذكرة في مباراة فلومينسي البرازيلي مع النادي الأهلي. أنا بقول لكم أرقام واهتمام كبير جدا من إدارة النادي الأهلي في التواصل مع اللجنة المنظمة مع الاتحاد الدولي للحصول على هذه نسبة التذاكر من الفيفا. ولكن أتمنى يا رب بإذن الله النهاردة لو حضر 10,000 15,000 مشجع أهلاوي في الملعب، أعتقد ده يبقى يعني رقم مهم جدا في مباراة بتتلعب في وسط الأسبوع في جدة. أنا عاذر الناس كلها بالتأكيد اللي رجعت للدمام واللي رجعت الرياض واللي عندها بالتأكيد أعمال، والنهاردة المباراة الساعة 9 والتوقيت هيبقى صعب لأن السفر ما بين المدن في المملكة بياخد وقت أطول شوية. ولكن إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا إن الألف صوتهم صوت مليون، وده دايما عقيدتنا دايما مع تشجيع الأهلي إن دايما الألف صوتهم صوت مليون والواحد صوته صوت الآلاف. فالعدد اللي موجود امبارح في التمرين اللي احنا شايفينه على الشاشة ده مثلا ما يكملوش حوالي مثلا 100 فرد أو 200 فرد، ولكن عملوا صخب جماهيري كبير جدا في البطولة. وامبارح كل المواقع الرياضية وكل الشاشات التلفاز اللي بتصور رصدت هذا الحضور الجماهيري اللي كان مفاجأة لكل المسؤولين في اللجنة المنظمة ولكل المسؤولين في الاتحاد الدولي، حضور جماهير النادي الأهلي في التدريب الأساسي ليلة المباراة. طيب ده جانب متعلق بالجماهير والأجواء اللي أنا شفتها هناك. طبعا حضور الكابتن حسن حمدي، كابتن حسن موجود يا جماعة من قبل يعني اللقاء الأول، ويمكن التقيت بيه وهو داخل حتى مباراة اتحاد جدة، وكان معاه نجله الأستاذ تيمور وأولاده وأحفاده، يعني زي ما انتم شايفين طبعا في على الشاشة، ومعهم كمان القنصل المصري في جدة والمهندس خالد مرتجي الكابتن محمود الخطيب. يعني الناس بصراحة كلها رايحة لمساندة النادي الأهلي، بس وجود الكابتن حسن كمان مع الكابتن محمود الخطيب بيوريك يعني ايه عيلة النادي الأهلي، يعني ايه عيلة الأهلي كلها موجودة مع الفريق في مساندة ومؤازرة وتشجيع بإذن الله لهذه المباراة. دي الأجواء في جدة ودي الأجواء الجماهيرية، والناس مسافرة وقطعت شوط كبير جدا في الأيام اللي فاتت عشان تحضر المباراة، وفي ناس سافرت ليلة المباراة في جدة وقعدت في مدينة جدة على نفقتها الخاصة عشان تحضر المباراة في اليوم التالي، ما تضمنش الطريق ما تضمنش السفر، لأن الناس كانت حريصة أن تكون موجودة مع الفريق من ليلة المباراة. الوقت كان ضيق ما بين المباراتين، لكن النهاردة أنا واثق إن شاء الله يعني لو حضر 15,000 مشجع أهلاوي في الملعب، أنا أعتقد ده هيكون رقم مهم جدا في وسط الظروف اللي بتقام فيها هذه المباراة في وسط الأسبوع في المملكة العربية السعودية. الحاجة التانية ودي اللي لمستها بجد من اللاعبين عن قرب، يعني التقيت بكهربا، التقيت بحسين الشحات، التقيت بكابتن خالد بيبو، التقيت بمارسيل كولر، بمحمد الشناوي وعلي معلول. بصوا يا جماعه الاهلي مش بيكسب عشان بيحضر فنيا بس ولا في روح معنويه عاليه بس، لا ده في تفاصيل، في تفاصيل التفاصيل.
يعني ضربة الجزاء اللي أحرزها علي معلول. لما سألت معلول بعد مباراة اتحاد جدة أنت ضربة الجزاء دي الكل كان شاكك وقال أنت صعب أنت إنك أنت اللي تسدد، خاصة إن آخر ركلة جزاء مباراة صن داونز أهدرتها وبالتالي كانت سبب في خروج الأهلي من الدوري الإفريقي. قال لي بالعكس، كولر أعطاني الثقة لتسديد ركلة الجزاء، ولكن مش هنكرر نفس الخطأ اللي حصل في ماتش صن داونز. إزاي يا علي؟ قال كان في تكتيك ان كهربا يمسك الكوره ويروح لنقطه الجزاء ويحط الكوره بحيث ان حارس المرمى عارف كهربا، فهيسيستم نفسه على ان كهربا بيشوط في مكان معين، لان فريق اتحاد جده عارف كهربا كويس وكل الجهاز الفني. ويمكن كهربا على فكره كان في استقبال كبير جدا من الناس في السعوديه ليه، لانه كان ليه تاريخ طويل وادى بشكل كويس جدا مع اتحاد جده في فتره من الفترات. ولكن بعد ما كهربا خد الكوره وحط الكوره على نقطه الجزاء ابتدى يتحرك علي معلول من نصف الملعب وراح لمنطقه الجزاء عشان يكون مفاجاه للكل ان معلول هو اللي هيسدد. وقال لي ده كان جزء تكتيكي معين من الجهاز الفني عشان ابقى جاهز وانا بسدد، ما اروحش من البدايه ما يحصلش يعني حد يخش معايا زي ما حصل في ماتش صن داونز، الحارس اللي قدامي ما يفتكرش انا اللي هسدد فيبقى مظبط نفسه عارف معلول بيشوط فين. تفاصيل مهمه حصلت في تسديد ركله الجزاء من علي معلول، انا بقول لكم تفاصيل. نفس الامر لما محمد الشناوي صد ركله جزاء من كريم بنزيما، علي معلول قال له خد بالك بيلعب في الجبهه اللي بيلعب في الناحيه اليمنى، وبالفعل الشناوي راح في نفس المكان. من النقاط اللي كانت مفاجاه بالنسبه لي، بقول لكهربا انت تسببت بشكل غير مباشر في ركله الجزاء الاولى لما كل ما كانش واخد باله في ركله الجزاء وانت اللي اصريت وعملت حاله في الملعب وعملت الاسيست الثاني والثالث. قال لي ده لسه اللي جاي، قال لي لسه اللي جاي، لسه مباراه نصف النهائي، عايزين نوصل نهائي، عايزين نعمل تاريخ. طب ليه؟ ما انت بطل افريقيا وبتلعب 4 كاس عالم متتالي. قال لي دي اخر بطوله كاس عالم، لو ما وصلناش فاينل صعب نعمل تاريخ تاني في الفترات اللي جايه، لان البطولات اللي جايه اكيد نظامها هيختلف. ده طبعا قبل ما يتم الاعلان عن نظام بطولات كاس العالم، نظام انتر كونتيننتال اللي هتتلعب في 2024 واللي هشرحها لحضراتكم بالتاكيد في سياق الحلقه، وكاس عالم بشكل كبير ل 32 نادي كل 4 سنين. فالناس مدركه تماما ان الفرصه دي مش هتتكرر تاني. اللعب في السعوديه وعلى استاد الجوهره المشعه في مدينه الملك عبد الله الرياضيه مش هتتكرر تاني، الحضور الجماهيري ده مش هيتكرر تاني. انت رحت لعبت في قطر، رحت لعبت بالتاكيد برضه في الامارات، في حضور جماهيري نعم صحيح، ولكن فكره انه يوصل الحضور الجماهيري ال 25 و30 الف مشجع اهلاوي مع فريق هو صاحب الملعب والجمهور كانت صعبه جدا. فالتحدي عند اللعيبه كبير. كولر مركز في البطوله دي تركيز شديد جدا، وده يدل على شيء بيدل انه وقت ما وصل السعوديه كان محضر ان يلعب بكوكا قبل مباراه اتحاد جده بثلاث ايام. الراجل ما عندوش فكره الاختيار العشوائي او الاختيار اللي ممكن يجي باي لاك كده ليله المباراه، الراجل محضر كويس جدا للبطوله دي. اختيار كوكا كان قبل مباراه اتحاد جده ب 72 ساعه. والتحضير لمباراه فلومنسي هو محضر لها من قبل السفر. الراجل محضر سياسه الفريق في البطوله دي بشكل كويس جدا، وعارف ان ازاي يحضر كويس جدا للبطوله دي. وقال نقطه مهمه جدا في لقائي معاه، وده عكس اللي كان بيتقال قبل كده. قال طبيعي نتعرض لضغوط، بس الضغوط دي ما بتأثرش على شغلي. قال كده، قال طبيعي أتعرض لضغوط ولكن الضغوط دي لا تؤثر على شغلي. أنا محضر كويس جدا. فترة الزمنية اللي كانت بين المباريات عشان أستعد لمباراة اتحاد جدة كانت فترة مناسبة جدا، والفترة دي ما كانتش متاحة ليا في الفترات السابقة. المكسب ده مكسب معنوي؟ قال آه مكسب معنوي، بس إحنا لسه ما عملناش حاجة. قال كده، إحنا لسه ما عملناش حاجة. كل المؤشرات دي تقول النهاردة إن إحنا على موعد مع التاريخ. النهارده اللعيبه ان شاء الله عندها ثقه كبيره جدا ان هي هتعمل مباراه كبيره. المكسب ده توفيق من عند ربنا، ولكن التفاصيل البسيطه اللي شرحتها لحضراتكم في لقاء اتحاد جده ان دلت على شيء بتدل ان الاهلي مش رايح للصدفه او رايح يعمل مفاجاه، الاهلي رايح يصنع تاريخ، الاهلي رايح يفتح صفحه جديده من صفحات التاريخ. الفريق الوحيد اللي بيلعب 4 سيمي فاينل متتالي في كاس العالم للانديه، الفريق الوحيد اللي موجود في 9 نسخ من كأس العالم للأندية، الفريق الوحيد من البطولة دي اللي ضمن التواجد على الأقل في كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 2025. فبإذن الله إن شاء الله يقدر الأهلي يحقق نتيجة كويسة. كمان من اللقطات اللي كانت بارزة بنسبة كبيرة في تدريب الأمس، وهو حرص الكابتن محمود الخطيب على الاستمرار مع البعثة. الكابتن محمود الخطيب كان المفروض بعد مباراة اتحاد جدة هيسافر من تاني إلى الإمارات ويجي على مباراة فلورمنسي 48 ساعة ويرجع من الإمارات على السعودية، ولكن الكابتن بعد مباراة اتحاد جدة فضل البقاء مع الفريق. وامبارح كانت في لقطة جمعته مع محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي حارس الفريق،
واللقطة دي كانت يعني ترند امبارح على السوشيال ميديا. الصورة هي قدامكم على الشاشة. محدش يتخيل او محدش يعتقد ان ممكن الشناوي بيتكلم مع الكابتن فاروق. اقفل الجزئية دي. محدش يتخيل او يعتقد ان ممكن الكابتن محمود الخطيب بيتكلم مع الشناوي على لائحة المكافآت والجزاءات والعقوبات السابقة والنتائج القادمة. اقفل الجانب ده. اللي هيتكلم على ده يبقى ما يعرفش الاهلي كويس. اللي هيتكلم على ده يبقى ما يعرفش الناس في الاهلي بتفكر ازاي وبتشتغل ازاي. الجلسه دي الكلام فيها على ايه؟ الجلسه دي الكلام فيها على مباراه يوم الاثنين. الكلام في الجلسه على اللحظات التاريخيه اللي هتعيشها بعثه الاهلي وجماهير النادي الاهلي في كل مكان النهارده. الجلسه دي بتتكلم على اللحظات اللي عايشتها البعثه في الفتره الاخيره في جده. وحاله التحام الجماهير وتواجد الجماهير مع الفريق في كل التحركات في مدينة جدة. الفريق بيتكلم في ايه؟ انت كابتن الفريق، اللعيبة بتتلم مع بعض، بتتكلم مع بعض، كل التفاصيل دي الكابتن محمود الخطيب اكيد بيتكلم فيها مع محمد الشناوي. وعلى فكرة يا جماعة كمان، الشناوي لو ليه طلب او بيتكلم في حاجة ما ينفعش يتخطى مدير الكورة ويروح للمشرف على الكورة او رئيس النادي. ده سيستم، ده سيستم العمل في النادي الاهلي من زمان، سواء اللي اشتغل داخل النادي الاهلي في المنظومه او حتى من بره، مجرد بس ما بيسمع ويسمع ويقرا ويشوف ايه اللي بيتقال عن الاهلي. دايما في كده قواعد معينه. فالجلسه دي محدش يصورها النهارده على انها تفاصيل تانية. انا باكد لكم كل التفاصيل اللي البعض ممكن يتخيلها مش حقيقيه. زي تفاصيل تانية البعض حاول يتخيلها او يسردها في فتره سابقه، على ان الكابتن حسن حمدي متضايق من بعض صفقات انضمت للفريق، ان في غضب من انضمام امام عاشور، ان في زعل مش عارف ايه. كابتن حسن حمدي بيقاطع كل الاحداث اللي موجوده في النادي الاهلي، وانا قلت لكم قبل كده الكلام ده كله غير صحيح. كابتن حسن حمدي موجود في البطوله، حضر ماتش الافتتاح، مستمر ومتواجد مع البعثه، وامبارح كان موجود في التدريب الاساسي والتقى باللاعبين وسلم على كل اللاعبين. يعني كل الكلام اللي كان بيتكتب في السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت وبيتقال في بعض البرامج كان كلام غلط. اللقطة دي، الصورة في اللقطة دي يا جماعة، لو للأسف يمكن لو كان معانا الصورة من أولها أو اللقطة من أولها، بصوا كابتن حسن حمدي في المقدمة، يعني حتى البعض يقول لك إيه رئيس النادي، نظام عائلة الأهلي كده، احترام الكوادر واحترام الرموز والأساطير. كابتن حسن حمدي أحد أساطير وأحد الرموز التاريخية في النادي الأهلي، بيتقدم الصفوف مع الكابتن محمود الخطيب، مع المهندس خالد مرتجي، مع دكتور محمد شوقي. هو ده عائلة النادي الأهلي، وهي دي عائلة النادي الأهلي. في احترام للرموز، في احترام للاساطير، في احترام للناس اللي خدمت النادي الاهلي على مدار السنين وتواصل الاجيال. هو ده النادي الاهلي. كابتن حسن حمدي موجود اهو في البطوله، لا كان بيقاطع احداث رياضيه قبل كده، ولا كان غايب عن النادي الاهلي في احتفالات سابقه الا لظروف خاصه. الجهاز الفني بالكامل راح وتوجه للكابتن حسن وسلم عليه فرد فرد. اللاعبين بالكامل توجهت للكابتن حسن وسلمت عليه فرد فرد. خدوا بالكم كمان في نقطه ثانيه، في اماكن تانية ممكن يقول لك ايه ده رئيس النادي السابق ازاي مش موجود مع الفريق في نفس الاوتيل. لا، سيستم العمل الاداري في النادي الاهلي ليه نظام مختلف. التركيز في البطوله في سيستم معين، البعثه الرسميه في فندق، والبعثه اللي متواجده وطالعه تساند الفريق في فندق اخر، سواء شركه الكوره سواء لجنه التخطيط. كابتن حسن حمدي موجود في فندق اخر. هي دي مدرسه النادي الاهلي يا جماعه، هي دي اللقطات اللي احنا نحب نبروزها عشان الاجيال القادمه. لان الفتره الحاليه من خلال بعض البرامج والسوشيال ميديا الناس بتحاول تصدر مفاهيم خاطئه للاجيال الصاعده. ما هي الاجيال دي ما شافتش فتره صالح سليم، الكابتن صالح سليم، المايسترو صالح سليم، ما حضرتش فتره الكابتن حسن حمدي، ما حضرتش فتره الفريق مرتجي. الناس ما حضرتش الفترات ديت. فاللقطات اللي زي دي لازم نبروزها ونطلعها على السوشيال ميديا ونتكلم عليها ونكلم ونقول ونعيد ونزيد. ليه؟ لان المفاهيم اللي اتقالت الفتره الاخيره ضد الاهلي وجماهير الاهلي كانت كثيره. النهارده الكابتن حسن موجود مع الفريق، موجود في فندق تاني غير الفندق الرسمي. ليه؟ لان في قواعد في النادي الاهلي. الفتره اللي جايه لو في رئيس اخر والكابتن محمود الخطيب طالع يساند هيكون موجود في فندق اخر. هو دي، هي دي مدرسه الاهلي يا جماعه، هي دي سياسه النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي ما بيكسب بطوله ولا بيعمل تاريخ ما بيعملش ده من فراغ، بيعمل ده بناء على يعني مش عايزه يعني مبادئ اللي بتزعل بعض الناس. المبادئ، تاريخ النادي الاهلي عباره عن مبادئ. مبدا زي ده، هي الصوره اللي بتكلم عليه. مين اللي في مقدمه الصف؟ الكابتن حسن حمدي. الكابتن حسن حمدي. انتوا في انديه تانية وفي اماكن تانية ممكن تشوف رئيس النادي داخل بيدفع الناس وهو اللي في المقدمه وهو اللي في صدر الصوره، ولكن في الاهلي لا 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 لا، قصه مختلفه يا جماعه، قصه مختلفه تماما.
كابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة يا رب، موجود مع الأستاذ تيمور وكمان أحفاده موجودين، عارف أنت سلسلة الأجيال كده اللي بتتواصل في النادي الأهلي. فالحمد لله يعني فضل ونعم عند ربنا اللي احنا عندنا أساطير ورموز بنتعلم منهم يعني إيه الاحترام، وبنتعلم منهم يعني إيه الكبير بيحترم الصغير والصغير يحترم الكبير. القواعد اللي زي دي من المؤسسات الرياضية زي مؤسسة النادي الأهلي بيبقى ليها دور مجتمع على النشأ في الفترة اللي جاية، عشان كده اللقطات دي كان لازم نبروزها ونتكلم عليها. لقطة الشناوي مع الكابتن الخطيب لقطة كانت مهمة جدا. الأجواء في جدة، خدوا بالكم الجو هنا ساعة في القاهرة، هناك في جدة على فكرة الجو يمكن دافئ شوية أو حر شوية، الجو هناك مختلف شوية عن جو القاهرة، لكن بعزيمة النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يقدروا يعملوا نتيجة كويسة زي ما حصلت في مباراة اتحاد جدة اللي أنا كنت متوقع من أول يوم وأنا حضرت مباراة الافتتاح اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، حتى بعد الفوز 3-0 قلت لكل زملائي حتى اللي كانوا موجودين معايا قلت لهم الأهلي هيكسب اتحاد جدة والأهلي هيقدر يعمل سكور، بس قلت ساعتها إن الوحيد اللي يقدر يمنع إن الأهلي يعمل سكور كان أحمد حجازي، لأن عنده نفس الحمية بتاعة الملعب. مع كامل احترامي لفكرة وجود نجوم كرة عالميين في المملكة العربية السعودية وفي مشروع لفكرة تواجد نجوم الكرة الأوروبية في الكرة السعودية، الأمر تماما بعيد عن الفنيات، داخل الملعب في الفنيات لا 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 لا، الكرة المصرية بعيدة تماما وفي مستوى أحسن كتير من الأندية السعودية، سواء اتحاد جدة، الهلال، النصر. احنا لعبنا مع الهلال السنة اللي فاتت أعتقد كسبنا 4، لعبنا مع اتحاد جدة السنة دي كسبنا 3، لو الأهلي لاعب النصر، لو لاعب الشباب، لو لاعب الهلال، لو لاعب الهلال واتحاد جدة مع بعض الأهلي هيكسب، لأن الفكرة مش فكرة مشروع تجيب نجوم كرة عالمية، لا لا لا، الفكرة فكرة تحدي، 11 راجل في الملعب، فنيات تقدر تعمل بيها نتيجة كويسة. أحمد حجازي كان حائط صد كبير جدا للأهلي في هذه المباراة، كان المباراة ممكن تخرج بسكور مش أقل من 4-5-0 على فكرة. المباراة دي لو أحمد حجازي مش موجود في خط الدفاع كان الأهلي يقدر يعمل سكور على اتحاد جدة في استاد الجوهرة المشعة. والتوقعات على فكرة الحمد لله هي ما بتبقاش كده بس يعني إيه تنبؤات، لا إحنا الحمد لله بنبقى فاهمين كويس في الملعب، بنقرا الجيم كويس جدا، شايفين الماتشات كويس جدا، فبيبقى لينا توقعات. ماتش النهارده ماتش صعب، ماتش مختلف تماما عن مباراه اتحاد جده، مختلف تماما. نقدر نكسب نقدر، ولكن في تفاصيل وفي حاجات محتاجين نعملها في المباراه. كل بقى التفاصيل دي اكيد محتاجين بقى نفهمها من احد المعلقين الرياضيين اللي كان ليه دور كبير جدا في متابعه الكره البرازيليه ويعرف تفاصيل كتير عن الكره البرازيليه، ولكن بعد الفاصل هيكون معايا حد مهم جدا، شخص رياضي مهم جدا، هيكلمنا على تفاصيل متعلقه بالفلومينسي البرازيلي ما حدش سمعها قبل كده عشان الناس تعرف الاهلي النهارده هيواجه مين في نصف نهائي كاس العالم للانديه. فاصل ثم نواصل. طيب لو هتكلم على مباراه الاهلي وفلومينسي البرازيلي، على فكره دي مش المواجهه الاولى، كانت في مواجهه سابقه اقيمت يوم 26 مايو عام 1961، مباراة ودية اتلعبت هنا في القاهرة. النهاردة الفيفا حتى يمكن ميديا الفيفا بعت لنا تفاصيل هذه المباراة، انتهت بفوز فلورامينسي البرازيلي 2-1، يمكن الهدف الوحيد اللي احرزه الاهلي كان عن طريق المايسترو الله يرحمه الكابتن صالح سليم، وهدفين لفلورامينسي كان عن طريق اوالدو وتيلي، هم دول اللي احرزوا الهدفين سنة 61، يعني بعد حوالي كام سنة، بنتكلم في اكتر من 50-60 سنة بتتلعب، 62 سنة بتتلعب هذه المباراة، ولكن هذه المباراة طبعا بالتأكيد في كأس العالم للأندية مش مباراة ودية. لو نتذكر المباراة اللي اتلعبت سنة 61 على فكرة تشكيل الأهلي وقتها كان الكابتن عادل هيكل في حراسة المرمى، وكان الكابتن مروان كنفاني نزل بديل ليه، وكان موجود في المباراة في خط الدفاع طارق سليم، فؤاد أبو غيدة، نزل سعيد أبو النور، كان موجود طلعت عبد الحميد، طبعا رفعت الفناجيلي، الكابتن الشيخ المحللين الكابتن طه إسماعيل، ميمي الشربيني، انور صالح، الكابتن صالح سليم، عزت ابو الروس، نزل كمان عوضين، وكان موجود كمان الكابتن محمود الجور. احنا بنتكلم على تاريخ كبير جدا وناس كانت ليها يعني صولات وجولات في الكره المصريه سواء على مستوى اللاعبين او على المستوى الاداري او حتى على المستوى الكوتشنج والكابتنه في التدريب في السنوات السابقه. طيب ماتش النهارده بقى مختلف عن المباراه اللي اتلعبت من 22 او 23 سنه او 63 سنه، النهارده بنلعب في كاس العالم للانديه ومباراه مع اجيال مختلفه بالتاكيد للفريق البرازيلي. لذلك بنضم لي دلوقتي على الهاتف المعلق الرياضي الكابتن احمد عبده. كابتن احمد مساء الفل. مساء الفل ابو حميد، مساء الفل عليك وعلى كل جماهير النادي الاهلي. اهلا بيك، وبالتاكيد عايزين نتكلم على فريق فلورمينسي البرازيلي، فريق صعب جدا، الناس بتتكلم على معدل اعمار سنيه، بتتكلم على لاعبين يمكن ابرز لاعب واهم لاعب مثلا المهاجم عنده 40 سنه فيليب ميلو، يعني
فريق كبير جدا، والمدير الفني كمان كان بيلعب في الدوري البرازيلي الفتره الاخيره والدوري انتهى، وواجه ابن تونو اليفيرا المدرب البرتغالي كان بيقود الاهلي في فتره سابقه وخسر منه، فانت عندك تفاصيل مش مع حد، فمحتاجين نسمع منك بقى كل التفاصيل. لا هو طبعا فلومينينس لو تعرف كان في 2008 وصل نهائي كاس ليبرتادورس وخسر بركلات الترجيح من ليجا دي كيتو، او اعتقد كان فريق اكوادوري عفوا، ليجا دي كيتو. لكن البطوله دي كان هم الموسم ده كل تركيزهم منصب عليها، منصب عليها. بتولى تدريبهم فرناندو دينيز، ده مدرب عامل حاله في امريكا الجنوبيه ككل. لانه اذا كنت انت مثلا تابع اسلوب بيب جوارديولا، اسلوب ميكيل ارتيتا، كارلو انشلوتي، كل مدرب من المدربين في دلوقتي انواع مختلفه من اساليب اللعب. اساليب اللعب اللي هو ايه الاسلوب اللي انا بلعب فيه، يعني بيختاروا كل فريق على حسب مواصفات لاعبيه. فهو فرناندو دينيز حاليا من المدربين المهتمين جدا باسلوب الريليشنال بلاير، ريليشنال بلاي زي البوزيشنال بلاي اللي هو اللعب التموضعي او التمركزي اللي هو بيب جوارديولا على سبيل المثال هو استاذ فيه. ف يعني ايه ده ببساطه؟ يعني الاسلوب اللي بيلعب بيه اقرب لاسلوب سان داونز، لان اسلوب سان داونز مستنسخ من هذا الاسلوب اللي بيتبعه فرناندو دينيز. فرناندو دينيز يعتبر هو من الناس اللي طورت هذا الاسلوب، وشايف ان هو بيتفق مع مواصفات اللاعب القادم من امريكا الجنوبيه، اللي هو لاعب اللي بيلعب كره صالات، اللي بيلعب كره في الشارع، اللي عنده مهارات على سبيل المثال. هذا الاسلوب ممكن يتفق جدا مع 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 لاعب اللاعب المصري، لكن ليه مميزات وليه عيوب بالتاكيد. عيوبه مثلا انك ممكن لو لعبت بنفس الاسلوب ده هتتعب الفرق اللي قدامك. ولذلك فرناندو دينيز اللي هو مدرب فلومينينسي اكتر مدرب فاز عليه هو مدرب بيلعب بنفس هذا الاسلوب، اللي هو ريناتو جاوشو مدرب جريميو برضو اللي كان شارك في كاس العالم 2017 اعتقد، وكان فاز بالليبرتادورس برضو مع جريميو، ريناتو جاوشو وريناتو بورتالوبي. ففريق فلومينينسي من الفرق الجيده جيده، لكن انا ما بقولش انه مثلا انه فريق الاهلي اقل منه، بالعكس البرازيليين في تحليلهم للقاء الاهلي والاتحاد اشادوا جدا بيه، وقالوا انه المساله 50 50 يعني ما فيش افضليه لفلومينينسي عليه. قصه السن يعني في كلام كتير على مثلا فابيو حارس المرمى 43 سنه، فيليب ميلو 40، كينو 34، مارسيلو 35، جيرمان كانو 35، يعني بنتكلم على خمس ست لعيبه متوسط الاعمار كبيره. لكن مؤديين رائعين لاسلوب اللعب ده. ومش اقل من اي لاعب اصغر منهم، واذا كان هم في الفريق في عناصر كبيره في السن، ففي عناصر صغيره، يعني انت عندك جون ارياس صغير في السن، تمام. جون كينيدي صغير في السن، عندك ليما صغير في السن، لا في عناصر، عندك الباك رايت سيم مارسيلو، مارسيلو على سبيل المثال خبراته كبيره جدا، ده خمسه كاس عالم الانديه، خمسه دوري ابطال اوروبا. فاحنا القصه كلها دلوقتي هتكون مش في السن، القصه كلها في ازاي انت كفريق هتقدر تواجه اسلوب اللعب ده، لانهم اولا بيلعبوا على الاستحواذ، يعني الاستحواذ بيلعبوا على الاستحواذ وبيبداوا الهجمه من الحارس، بيبدا الحارس فابيو ابو 43 سنه ده بيلعب برجليه كويس جدا. بيبدا يحط كرات من تحت او بيبداوا الهجمه بالفعل من تحت، بيجمعوا خمس ست سبع لعيبه ناحيه الكوره دايما وبيسيبوا الناحيه الثانيه فاضيه تماما. لكن بيعملوا زحمه في الملعب، انت لو قطعت الكوره منهم اي جهه الهجمه، يعني دايما الكثافه العدديه ليهم بتكون ناحيه الكوره. احنا مش هنتكلم بتكتيك جامد عشان برضو الناس تبقى مستوعبه معانا، اكيد دايما الجهه اللي فيها الكوره هتلاقي فيها زحمه، زحمه جدا. ولذلك لما فرناندو دينيز كان مدرب سان باولو مثلا ولعب نص نهائي كاس البرازيل مع
ريناتو بورتالوبي جريميو، كانت شكل اللعب كله واخد جنب واحد، الفرقتين في جنب واحد من الملعب، كان شكل اللعب غريب. فممكن الناس تستغرب ازاي خمسه سته سبعه لعيبه ثمان لعيبه من فلومينينس كلها ناحيه الكوره، لكن بيطلعوا بالكوره بطريقه مميزه، بطريقه سلسه وسهله جدا. طيب هم عندهم مشكله في خط الدفاع؟ لا ما عندهمش، عندهم مش بيدخل فيهم اجوال كتير، يعني مثلا استقبلوا جوال كتير جدا. هم مثلا لو هم في السابع هم تقريبا، وفريق تاني اكتر فريق في السبع مراكز دي دخل فيهم جوال في دوري البرازيل، لكن هو كان كل تركيزه على الليبرتادوريس مش على الدوري. لانه البطل الليبرتادوريس بيلعب برضه في الليبرتادوريس السنه اللي جايه. مظبوط. فبالتالي هو كان تركيز الفريق منصب على بطوله الليبرتادوريس، لانه كان عارف انه المنافسه على الدوري صعبه جدا. هناك ما فيش حد بينافس على كل البطولات، يعني هو بيقول انا هاخد الدوري اوكي بركز في بطوله الدوري في ماتشاتي وحاجه، انما كان كل تركيزهم على بطوله الليبرتادوريس. طيب الفيرود ممتاز، جيرمان كانو ممتاز، فيرود مهاجم خطير جيرمان كانو، فان شاء الله لو تم اختيار اسلوب اللعب المناسب الاهلي يعمل ماتش كويس وان شاء الله يفوز. طيب سؤال اخير يا كابتن احمد، هم خلصوا الدوري من حوالي اسبوع 10 ايام، هل نهايه الدوري بالنسبه لهم ممكن يكون اجهاد دلوقتي، ولا هم استعدوا جيدا لان الفرق الزمني حوالي 10 ايام؟ بالعكس بالعكس، احنا السنه اللي فاتت لعبنا فلامينجو كان في بدايه الموسم، كان في اسوء حالاته. يعني فلامينجو، وللاسف طبعا احنا يمكن فرقه النادي الاهلي ما قدرتش تستغل الفرصه والحاله اللي عليها فريق فلامينجو، يمكن برضو تضيع الفرص، تضيع بنالتي كان ممكن يخلي النتيجه 3-1، يعني تفاصيل بسيطه هي اللي حصلت. يعني التوقيت مختلف ما بين مواجهه فلامينجو او مواجهه فلورمنسي. كان بدايه موسم السنه اللي فاتت وما كانتش فرقه فلامينجو في افضل حالاتها البدنيه، لكن دلوقتي فلامينجو في توب فورم. لما رجعوا فلامينجو السنه اللي فاتت بدايتهم كانت وحشه، فاقالوا المدرب اللي هو فيتور فيريرا اللي هو مدرب البرتغالي، وغيروا وجابوا مدرب ثاني كان كمل بداله يعني. لكن فلومينينس بيستعدوا للبطوله دي بطريقه كويسه، لانهم من 2012 ما كسبوش البطوله دي، من 2013 لغايه دلوقتي الفرق دايما الاوروبيه هي اللي بتكسب البطوله دي. فاخر فريق كان كورينتيانز، واحنا كنا لعبناه في 2012 والاهلي خسر منه 1-0 بس، وقبل كده 2-1 من انترناسيونال، وبعد كده لعبنا بالميراس مباراتين. يعني دي سادس مواجهه، وان شاء الله يكون شاء اول الله فوز للاهلي على فريق بورتوجيزي ان شاء الله يعني باذن الله. كابتن احمد بتمنى كل التوفيق للفرق يا رب ان شاء الله. كابتن احمد عبده المعلق الرياضي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ودقه مهمه جدا في تفاصيل متعلقه بفلورمنسي، ابرز اللاعبين، توقيت نهايه الدوري، والاستعداد لمواجهه الاهلي. هم في التوب فورم والاهلي كذلك في التوب فورم بعد الفوز على اتحاد جده. نتمنى النهارده نشوف مباراه كبيره جدا ويكون التوفيق حليف النادي الاهلي. فاصل، وبعد الفاصل نبدا نشوف الاهلي بيستعد ازاي واللحظات الاخيره قبل تحرك الفريق الى استاد الجوهره المشعه في مدينه الملك عبد الله الرياضيه في جده. اهلا بحضراتكم من جديد، وبسرعه نروح لاخر اخبار الترند، والبدايه هتكون مع ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب النادي الاهلي الرسمي اللي بيتكلم على القميص الثالث الرمادي للنهارده الاهلي هيرتديه في مباراه فلورمنسي البرازيلي في الدور نصف النهائي. الاهلي النهارده هو مش صاحب الملعب، الفريق البرازيلي هو صاحب الملعب، فبالتالي الاهلي النهارده اختيار الزي الاحتياطي. الاهلي راح البطوله باثنين زي، الزي الاساسي والزي الاحتياطي، ما ينفعش تروح بثلاث يعني ثلاث الوان مختلفه، لا هو لون اساسي ولون احتياطي. اللون الاحتياطي النهارده هو القميص الثالث الرمادي، وده تم اعتماده من الاتحاد الدولي عشان النهارده الاهلي يرتديه. وكانت النهارده بعض اللقطات والصور للاعبين في الفوتو سيشن تقديم التي شيرت، وبالتاكيد صوره عم حارس يعني الايقونه بتاعت غرفه خلع ملابس النادي الاهلي النهارده كانت ترند على السوشيال ميديا بالنسبه لي تقديم القميص الثالث في النادي الاهلي. طيب حساب افريكان فوتبول ليج، حساب الدوري الافريقي، البطوله اللي كانت النسخه الاولى اللي اتلعبت منذ فتره قليله جدا، النهارده القت الضوء على لقاء النصف النهائي، وقالت الليله افريقيا ترتدي الاحمر تشجع الاهلي. زي ما انتم شايفين طبعا صوره كبيره جدا لكولر مع عبد المنعم ومروان عطيه اللي خد مان اوف ذا ماتش في المباراه السابقه. طيب نروح كمان لحساب كوره بلس، وبيتكلموا على التشكيل المتوقع، كهربا وتاو
في قيادة هجوم الأهلي أمام فلومينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية. التوقعات ولكن محدش عارف لسه لغاية دلوقتي التشكيلة هيبقى إزاي. الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني في خط الدفاع، وسط الملعب إمام عاشور، أليو ديانج، مروان عطية. والناس شايفة إن ممكن ديانج يبدأ مكان كوكا لأن كوكا اشتكى كده من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية والوقت كان ضيق ما بين المباراتين، فشايفين إن صعب يجي يلحق البداية النهارده، ولكن محدش لسه عارف بشكل رسمي ايه اللي هيحصل. في الهجوم لا بديل طبعا عن تواجد الشحات وكهرباء وبيرسيتاو، ثلاثي هجوم قوي جدا مع النادي الاهلي. طيب حساب يلا كوره ايضا بيتكلموا على تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهه فلومينينسي البرازيلي، ثلاثي هجومه بقياده كهرباء. مفيش خلاف على فكره تواجد الشحات وتو كهرباء في قياده الهجوم، ولكن التشكيل من بدايته الشناوي في حراسه المرمى، هاني، ياسر، منعم، معلول. هما شايفين ان في وسط الملعب كوكا هيبدا مفيش تعديل، فبالتالي هيلعب بجوار مروان عطيه وامام عاشور مع تواجد الشحات وتاو وكهرباء. نكمل مع بعض تاني حساب الوطن سبورت. الاصابه تضرب نجم جديد في الاهلي قبل مواجهه فلومينسي البرازيلي. هنا بيتكلموا على ان في اصابه يعني متعلقه باحمد نبيل كوكا، وده اللي قلته من شويه ان شعر كده باجهاد وكانت في جلسات علاج طبيعي. انا التقيت على فكره بدكتور احمد جبلة طبيب فريق النادي الاهلي بعد مباراه اتحاد جده على طول، وسالته على اصابه احمد نبيل كوكا، قال لي انا معايا جهاز في الفندق اول ما اوصل هعمل اشعه للاعب عشان اطمن عليه، ولكن المؤشرات تقول ان هي اجهاد وليست شد. قلت له طب لو شد؟ قال لي شد صعب يلعب، ولكن اجهاد نقدر في اليومين نعمل روتيشن او نقدر نعمل يعني استشفاء للاعب عشان يقدر يجهز لمباراه النهارده. عموما ما اتكلمناش كتير في التفاصيل، اطمأنينا بس بعد المباراه ان الموضوع ممكن يبقى خفيف، ولكن سايبين بقى الجهاز الفني والطبي بيشتغل، لان التفاصيل زي دي لما بتعلم ممكن تضر الجهاز الفني في اختيار تشكيلته قبل المباراه. طيب اليوم السابع بيتكلموا على التشكيل المتوقع لفلومينسي امام الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه. طبعا في حراسه المرمى لا بديل عن تواجد فابيو حارس المرمى التاريخي اللي احنا بنتكلم عنده 43 سنه. فابيو عنده 43 سنة وحارس مرمى الفريق. خط الدفاع سامويل، نينو، فيليب ميولو، مارسيلو. خط الوسط أندريه، جون أرياس ومارتينيلي. خط الهجوم جانسو، كينو، جيرمان كانو. كلنا عارفين طبعا كينو لعب قبل كده في الدوري المصري مع فريق بيراميدز، وهو لما اتسأل على فكرة برضو على مواجهة الأهلي هو أكتر شخص في الجهاز أو في الفريق يعرف الأهلي كويس، قال مواجهته صعبة، دايما فريق عنده تحدي، دايما بيلعب بروح كبيرة. فالنهارده هنشوف كينو ولكن بالنسخه البرازيليه وليست بالنسخه المصريه المحليه لما كان بيلعب مع بيراميدز. هل كينو هو كينو اللي كان موجود قبل كده؟ مارسيلو طبعا الظهير العصري اللي كان ليه صولات وجولات مع ريال مدريد، هل النهارده هيبقى مارسيلو هو مارسيلو اللي كان موجود في النادي الملكي؟ كل ده هنشوف النهارده في المباراه اللي هتنطلق 8 بتوقيت القاهره. حساب اليوم السابع بيقول ان الاهلي يتسلح بروح الثلاثيه لكتابه المجد امام فلومينسي بمونديال الانديه. الثلاثية هنا هي الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف. طيب نروح كمان لحساب المصري الرياضي. كولر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي في المونديال. التحذير هنا متعلق بالثلاثي كهربا وإمام وحسين الشحات عشان البطاقة الصفراء لا قدر الله في إنذار لأي من الثلاثي مش هيلعب المباراة الأخيرة أيا كانت مباراة تحديد المركز الثالث أو حتى المباراة النهائية يا رب بإذن الله يوم 22. على فكرة بمناسبة موضوع الإنذارات أنا قريت أخبار كتيرة جدا ناس بتتكلم إن الفيفا غرم الأهلي وإنه بعت للأهلي فيه غرامة ب 20,000 استرليني في الطرد و 10,000، الكلام ده مش حقيقي. الاتحاد الدولي لم يرسل أي غرامات أو لم يصدر أي عقوبات سوى تغليظ عقوبة أنتوني مودست بسبب الكارت الطرد والكارت الأحمر وتقرير الحكم أصبح إيقاف اللاعب مباراتين، ولكن الغرامات المالية محدش بعت أي شيء رسمي. ليه؟ بعد البطوله ما بتخلص وعلى يناير الجاي لما يتم ارسال المكافاه الماليه بيتخصم من المكافاه الماليه التوتال قيمه العقوبات الماديه بناء على لائحه الانذارات والكارت الاحمر. واضحه واللائحه واضحه، الانذار 10,000 فرنك سويسري، الكارت الاحمر والطرد 20,000 فرنك سويسري. وانا بقول لكم العقوبات الماليه مش هتبقى متوقفه على الانذارات والكروت الحمراء فقط، لا ده هيبقى في كمان غرامات تانية في تفاصيل تانية هيجي وقتها مش هنتكلم فيها دلوقتي عشان عندنا ماتش مهم جدا مش محتاجين نتكلم في تفاصيل تانية، لكن فكرة ان في غرامات مالية لسه ما فيش حاجة رسمي، هننتظر بعد نهاية البطولة. طيب في بطولات بيقولوا ان المارد الاحمر يسعى اليوم لتحقيق اول انتصار في تاريخه على الاندية البرازيلية.
تاريخ المواجهات، الاهلي لعب مع الانديه البرازيليه 5 مرات، ما كسبش، اتعادل مباراه، خسر 4، والمره اللي اتعادل فيها فاز بضربات الترجيح في كاس العالم للانديه اللي اقيمت في قطر. كوره بلس بيقولوا ان محلل اداء الفيفا السويسري باسكال اللي موجود حاليا في جده اتكلم على محمد الشناوي وقال هو مفتاح فوز الاهلي، هو من غير سير مباراه اتحاد جده، بالتاكيد لما تصدى لكره كريم بنزيما. حساب بطولات الشناوي هو الحارس الوحيد في تاريخ الاهلي اللي حافظ على نظافه شباكه في مباراه ضد بطل امريكا الجنوبيه بكاس العالم للانديه، والنهارده على فكره عيد ميلاد الشناوي، بنقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد في يوم تاريخي يا رب يكون سعيد على اسره النادي الاهلي. السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، توقعاتكم للنتيجه وكمان مين ممكن يكون سعيد الحظ باحراز الاهداف. جمال بيقول فوز الاهلي 1-0 بيرستاو، كل التوفيق للاهلي ان شاء الله في النهائي. نروح لفتحي بيقول ان شاء الله الاهلي العالمي يفوز ويفرحنا زي ما عودنا، يا رب يا عالي انصر الاهلي الغالي. نروح لرمضان باذن الله فوز الاهلي وبيرستاو والشحات هيسجلوا للاهلي، الناس كلها متفائله يا رب. جرجس بيقول الاهلي 2 تاو الشحات، فلومينينسي احتمال يسجل هدف ولكن في نهايه اللقاء هيكون تحصيل حاصل. اخر تعليق معايا سامح بيقول اتوقع مباراه قويه ومثيره على درجه عاليه، الحماس بين الفريقين، ان شاء الله يحقق ابطالنا الفوز والصعود للنهائي، تحقيق الحلم المستحق الذي طال انتظاره، اتوقع الفوز 1-0 للاهلي، اهلاوي انا والفخر ليا. كنت عايز استكمل باقي التوقعات والاراء لان فيها يعني شحن معنوي كبير جدا قبل موعد المباراه بساعتين، ولكن في الختام بشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا نلتقي وباذن الله تكون الفرحه اهلاويه، فرحه لكل العائله المصريه بفوز الاهلي وكتاب التاريخ بالوصول الى نهائي كاس العالم للانديه. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.